طيب انت كرمت مع فخامه الرئيس طبعا، وده الحقيقه يعني اعلى تكريم ممكن يحصل عليه الرياضي، خاصه لو انت جايب ميداليه اولمبيه لبلدك. انا عايز اتوقف عن هذا التكريم ويمثلك ايه. انا عايز اقول لحضرتك ان التكريم ده رقم 5 ليا مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني انا خدت وسام الجمهوريه 5 مرات، فدي حاجه يعني عايز اقول لحضرتك يعني انا بعدهم، يعني يمكن ما اعرفش انا عندي كام ميداليه دوليه او كام ميداليه محليه، بس انا عارف كام وسام، لان طبعا ان انت زي ما حضرتك قلت تتكرم من رئيس الجمهوريه دي اكبر حاجه، يعني انت تبقى يعني الميداليه انجاز كبير، بس الانجاز اللي يمكن فعلا الناس كلها تستناه هو تكريم الرئاسي. فطبعا يعني حاجه بالنسبه لي فخر كبير وسعاده، يمكن مش دلوقتي بس، لأفضل أوريه يمكن ولادي وأحفادي إن أنا كنت في يوم من الأيام يعني بتكرم من سيادة الرئيس. وعايز أقول لك ما شاء الله 23 سنة سنك، الحمد لله، وخمس أوسمة وتكريم من سيادة الرئيس، يعني ما شاء الله، يعني الحمد رحلة والله. نجاح، يعني ربنا يحميك ويحفظك. آمين يا رب. لبلدك وطبعا ولأسرتك. الحمد لله.